ينضم معنا من اسطنبول الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي. دكتور جاسم، بداية مرحبا بكم. شاهدنا يعني مقطعا لعامل نظافة في مدرسة ابتدائية يقوم بتعليم التلاميذ في مدينة كركوك. اليوم يكشف في بغداد عن وجود 4 معلمات فقط في مدرسة تضم 650 طالبة في بغداد. هذا الرقم الضخم، تقوم بتدريسه 4 معلمات فقط. بداية يعني من المسؤول عن ما وصل إليه التعليم في البلاد؟ نعم، شكرا لكم، تحية لكم ولمتابعي الراقدين. أهلا بك دكتور. لا شك أن أي دولة حينما تريد أن تنهض يفترض أن تكون هنالك 4 عوامل. العامل الأول هو الدولة العادلة، ثم الأمن، ثم التربية، ثم القضاء، مع يعني التقديم وتأخير لإحداها حسب الظروف. وحينما نريد أن نتحدث عن التعليم نحن نتحدث عن مقوم مهم ورئيسي في بناء الدولة والأمم. وبالتالي حينما نجد أن غالبية من يقودون العراق اليوم هم من حملة الدكتوراه الذين يدعون أنهم يحملون دكتوراه، وهم من أحزاب تدعي أنها أحزاب فكرية وتنظيمية، وهم في ذات الوقت يهملون إهمالا متعمدا قطاع التعليم. هذا يعني أن العراق يتعرض لحملة، يعني حملة تدمير ممنهجة يراد منها نشر الأمية ونشر التخلف بين أبناء الشعب العراقي، حتى تبقى هذه الطبقات حاكمة في المشهد السياسي العراقي. إذن القضية قضية مبرمجة، القضية مسؤول عنها بالدرجة الأولى الأحزاب الحاكمة في العراق دون استثناء، ذلك لأننا نتحدث عن إجرام بحق كافة أبناء الشعب العراقي. الإجرام في قطاع التعليم لا يقل ضررا عن الإجرام في القطاع الأمني، ذلك لأن الأول يستهدف فكر الإنسان والثاني يستهدف جسد الإنسان وروحه. وبالتالي القضية قضية مؤامرة كبيرة يعني ضد الشعب العراقي. الحكومة مسؤول عنها، وبالدرجة الأولى رئيس الحكومة، ثم وزارة التربية ممثلة كائنا من يكون وزيرها. القضية قضية مؤامرة كبرى ضد أبناء الشعب العراقي. أنت كأستاذ جامعي وأكاديمي عراقي دكتور جاسم الشمري، إلى أي مدى أثر عليكم عدم الاستقرار السياسي، يعني إلى أي مدى أثر عدم الاستقرار السياسي على العملية التعليمية، وكذلك إلى أي مدى هو استهدف استهدافا مباشرا العملية التعليمية، سواء يعني المعلمين أو الأساتذة الجامعيين؟ يعني حينما تشرفنا في مرحلة من المراحل يعني في التدريس الإعدادي في العراق، نعم، معلوم تعلمنا أن العملية التربوية لا تكون إلا عبر المعلم والمنهج والطالب. حينما نتحدث عن غياب ركن أساسي من أركان العملية السياسية التعليمية وهو المعلم، هذا يعني أن القضية قضية هدم متعمد. من الذي يعلم الطلاب حينما نوفر مدرسة ونوفر على افتراض أن هنالك مدارس وأن هنالك مناهج مرتبة؟ من الذي يعلم هؤلاء؟ بالتالي القضية قضية تخطيط دقيق يراد منه يعني عدم إيصال المعلومة وعدم تطوير الطالب العراقي. حينما نعود إلى واقع الحال نجد أن الكثير من المدارس في القرى والأرياف والنواحي تعرضت للهدم، تعرضت للتهديد، تعرض الكثير من المعلمين والمدرسين إلى تهديد مباشر، لذلك اضطر الكثير منهم للهجرة ربما في داخل وخارج العراق. إذن القضية قضية خلل حكومي تام قاد إلى هذه المرحلة الخطيرة من الانهيار. تبقى الحكومة هي المسؤول الأول والأخير عن توفير أمن للمواطن وعن توفير أمن للمعلم وللقاضي ولكل أبناء الشعب العراقي. لماذا لا يعترف بالخلل؟ هذا هو السؤال الكبير الذي لا ندري لماذا هم يتهربون منه. أظن أن المكاسب والمصالح الحزبية والشخصية هي وراء هذا التهرب من هذا السؤال الكبير.
البعض يقول بأن هذا الأمر هو أمر متعمد وليس يعني أمر فيه تقصير معين، يعني المشكلة والدليل أن المشكلة مع نقص المعلمين ونقص الأساتذة الجامعيين، الحكومة تتعمد يعني من خلفها وزارة المالية تتعمد عدم صرف تخصيص مالي ل4000 درجة وظيفية من المحاضرين. يعني كل هذه الأمور والأمور التي ذكرتها، يعني كيف ستؤثر على النشأ، على الجيل المقبل في العراق، وبالتالي على شكل العراق مستقبلا؟ يعني حينما نعود إلى مقطع الفيديو الذي انتشر قبل يومين، نعم، والذي يظهر أحد المنتسبين للمدرسة سواء كان عامل خدمات أو غير ذلك، هذا الفيلم يعني حقيقة فيلم مهم جدا، ويفترض بمدير المدرسة وهذا المنتسب أن يكرموا من قبل مديرية تربية كركوك، ذلك لأن المدير حاول أن يقدم ضمن ما يملك من إمكانيات بعيدا عن إمكانيات الدولة المهملة. هذا المدير وهذا الرجل عامل خدمات أرادوا أن ينفعوا الطلاب بما يخدمهم. الرجل كانت طريقته في التدريس طريقة جميلة ومرتبة، وأنا أتكلم عن خبرة لا أتكلم عن فراغ، وبالتالي يفترض أن نقول أن هؤلاء يفترض أن يكرموا، لا أن ينظر بالموضوع على أن هذا الرجل يعني ربما هنالك من نظر للأمر على أنه سخرية من الرجل. يفترض أن تكون سخرية من وزارة التربية ومن الحكومة وليس من هذه المدرسة، لأنهم عملوا بما يمتلكون من طاقات. القضية هذا التعمد في الإهمال بعدم تخصيص المستحقات المالية للتربية، وفي ذات الوقت هم يدخلون أكثر من نصف مليون عراقي في المؤسسة الأمنية عبر هيئة الحشد الشعبي. ولا أدري لماذا هذا التناقض، هل العراق بحاجة إلى أن يكون لديه أكثر من مليون ونصف عسكري في البلاد؟ القضية فيها تناقض كبير، وكأنهم يريدون أن ينخروا جسد الدولة العراقية تماما عبر التعليم. وبهذا أظن أن استمرت هذه المؤامرة التعليمية أظن أنهم سيبقون في حكم العراق إلى أمد طويل. أما إن انتبهنا إلى هذه المؤامرة وعملنا جميعا عبر الإعلام وعبر أولياء الأمور على كشف هذه المؤامرة، أعتقد أنهم سيضطرون لعلاجها، وبالتالي الأمر بحاجة إلى حملة وطنية شعبية إعلامية عشائرية من أجل إيقاف هذه المؤامرة الكبرى على المواطن العراقي. من إسطنبول الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.